طيب الأخوان المسلمين يتظاهرون بأنهم يريدون الشريعة والدين في حالة ضعفهم وقبل ما يمسكوا الحكم. أول ما يمسكوا الحكم يرفض الدين ويرفض الشريعة وينكر الحدود التي أنزلها الله من السماء. جيب مقطع 13. والله لا نريد دولة دينية ولا يريد أحد دولة دينية. الدولة الدينية مرفوضة عندنا ونحن نريد دولة مدنية. يا ناس في كلام أوضح من كده؟ ما داير دين، ما داير أي دين في الدولة، بل أكد لك قال لك الدولة الدينية عندنا شنو؟ مرفوضة. وربنا سبحانه وتعالى قال الحكم لابد يكون دين وعبادة، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين، الدين القيم. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم بشنو؟ بالدين، كما جاء في البخاري وكل الأنبياء قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم بالدين، كل ما هلك نبي خلفه آخر عليهم الصلاة والسلام. ده قال ما داير دين ولا داير دولة دينية، ده واضح. والله أي أخو مسلم ما يقدر يتفكى من الكلام ده، أوعك تتلولو. قال لك الدولة الدينية مرفوضة، الدولة الدينية مرفوضة عندنا، ما في أحد يريد دولة شنو؟ دينية. واضح واصل. ها ده عامل لي شريط قال وفاة النبي ويبكي الجماعة، أهو ده طلع في النهاية إخواني، إخواني منحرف وجايبينه صار السنة ولافين بيه وفضيلة الشيخ العلامة يهودا. لا ننادي ولا نريد الدولة الدينية بالمفهوم السقراطي بمفهوم الحكم الإلهي، هذا انتهى، ولا ينادي به مسلم عاقل على وجه الأرض. نحن نريد دولة مدنية وأنا أعلنها مدنية. أوه شوف لاحظ، كان ما بزول يقول يكون قاصد، يقول لك قاصد لا إنه ما داير دولة دينية شيء معين، أكد لك قال لك دايرين يا دولة ما إسلامية، دولة شنو؟ مدنية، اللي ضد الدين بيدي جنودي ولابس الساعة باليمين. بعض الناس ما يرى في أوروبا ولا أمريكا إلا السلبيات، لا فيهم إيجابيات كثير، عندهم نظام مرور والتزام أكثر منا، احترام للوقت أكثر منا، فيجب أن نكون مثلهم. يا شباب بعض الناس عايشين بعقلية وظروف القرون الهجرية الأولى، الفتوحات الإسلامية والخليفة الواحد العابر للقارات، الله يخليكم، هذه أمور انتهت اليوم البشرية، ها انتهت. ما للفتوحات الإسلامية دي بنفتخر بها نحن، وعقول القرون الهجرية الأولى ما لا، دي عقول النبي عليه الصلاة والسلام وعقول أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وده الخير القرون في الدنيا كلها، في الدنيا كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام مش من 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 نبوته جاي، لا من ورا، من آدم لليلة، ما في أفضل بشر بعد الأنبياء من الصحابة. النبي قال صلى الله عليه وسلم خير الناس، يعني ورا وقدام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يجي الوسخ ده يقول ما بعض الناس قال داري يعيش بعقول القرون الهجرية الأولى، شغله. ربما تجد الكثير من الشباب حينما يتحدث عن النهضة يقرنها أو يجعلها مرادفة لكلمة الخلافة، وأنا هنا وضعت في بحثي مفردة عنوانها حلم الخلافة، أشرت فيه لأن هذا المعنى في نظري أنه مزلق فكري وخطأ. لا يوجد في الإسلام ولا في العالم ما يسمى دينيا. ده بعد ما مسك مرسي قبل ما يمسك في مصر كانوا في ميدان الرابعة وميدان التحرير يقولوا إسلامية 100% وهي لله، نفس الجماعة لنا. أول ما مسك قال ما في عايز دولة دينية إطلاقا. وطيب داك شنو في ميدان الرابعة؟ داك شنو كان؟ والاستعطاف بيه المصريين لحد ما جابوك هنا، شنو هو كان؟ هو الإسلام. وقلت لهم دار أطبق الدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية. أول ما مسك قال لا يوجد في الإسلام عايز دولة دينية. وأنا أؤكد أنه نحن نريد الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة زي عبد الواحد محمد نور، نفس الموضوع. تذكروا المحاضرة قال دارين شنو؟ هاي إسلام ديمقراطية، هاي الكوم الجنوب ديمقراطية بتاع كلام حفظوا له وزادوا ما فهموا، فده كلام ضد الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
وفي الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة وأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى مسميا كل حكم غير حكمه بالجاهلية، فقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مقطع 15 ده محمد مرسي برضو بعد ما مسك بقى رئيس، وقبيل في ميدان الرابعة والتحرير وبتاع قال لهم حنطبق الإسلام، والجماعة وقفوا معاه والمساجد حشدت له، الأخوان المسلمين حشدوا للناس وغشوا العوام. أول ما مسك المذيعة سألته في برنامج تلفزيوني لما كان رئيس، قالت له الحدود، قام داير يلف ويدور، قام عصرته، قالت له زي قطع يد السارق وكذا، قال لا 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 دي قال لها دي هذه شوف اسمع كلامه بس. ما نعرف. أنا لا أمنع الشعب المصري ولا أقف ضده في أن يختار ما يشاء. طيب. المرجعية في هذا الأمر للشعب المصري بالاختيار. طب عشان عندي سؤالين والوقت بيخلص، هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري أوريدي. مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23. لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق. لا 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 دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه. عليك الله شغل الأخيرة دي تاني. شوف عصرته. قالت له زي قطع يد السارق، الحدود بتاعت ربنا. قال شنو؟ لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق. لا 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 دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه وفي التاريخ كم يد قطعت. قال دي ما الشريعة. يا أخي ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا شنو؟ أيديهما. كلام واضح. ربنا قال كمان الراجل والمرأة، راجل يسرق يقطع يده، مرأة تسرق شنو؟ يقطع يدها. قال ده ما من الشريعة. وطيب الآية دي تمشي وين؟ طيب وبعد ده شوف اللولوة والنفاق بتاع الأخوان المسلمين، بيجي بكفر الحكام لما هم يكونوا ما حكام، يقول لك لأنه لم يطبق الحدود الإسلامية. لاحظتوا الكلام ده؟ يجوا ناس صادق عبد الله ومحمد عبد الكريم ويهيجوا الشباب، هؤلاء لم يحكموا الشريعة، هؤلاء الطواغيت. لما يمسك يقول ده ما من الشريعة، يقول لك ما الشغل ده كيف؟ والحمد لله بقى في توثيق وتوثيق وفيديوهات موثقة عشان ما بزول يكضب وما بزول ينكر ثاني.